اروح للسنغال سريعا والسنغال حقيقه كانت يعني املها بشكل كبير جدا ومحدش يقدر ينكر انه الحقيقه واحد من اهم الاوراق وتقدر تقول ان هو القوه الضربه للمنتخب السنغالي على الرغم بشوف انه على مستوى السكواد السنغال من احسن المنتخبات الافريقيه لكن غياب ساديو ماني اصبح في حكم المؤكد الكلام طبعا على لسان المسؤولين في عبد الله سون عضو مجلس اداره الاتحاد السنغالي قال انه ساديو ماني نتيجه اصابته الاخيره مع بايرن ميونخ في شظيه القدم ده هيمنعه من المشاركه على الاقل في ماتشات السنغال في مشاركتها الاولى في او مشاركتها يعني في مبارياتها الاولى في بطوله كاس العالم وبالتالي هي ضربه بالتاكيد قاسمه لواحد من افضل المنتخبات الافريقيه في في السنوات الاخيره وانا شخصيا كنت مراهن على أن السكواد ده ممكن يعمل حاجه يقدر ياخد الافارقه ويروح لبعيد في كاس العالم لكن في النهايه تقدر تراهن برضو على الاسماء الموجوده في منتخب السنغال ونتمنى التوفيق انا يعني هبقى سعيد جدا لو واحد من المنتخبات الافريقيه او المنتخبات العربيه قدرت تروح لبعيد في كاس العالم ده شيء يفرحنا ويساعدنا ويساعدنا كلنا بالتاكيد